عايزين نعرف مشكلة حضرتك وإيه سبب وجودك في المستشفى. أنا اسمي عامر كامل عبد الله، معلم أول مجال صناعة المدارس اللغات الرسمية بمصر. حضرتك أنا اكتشفت بعض الفساد المالي والإداري داخل المدرسة، وللتعامل مع الإدارة التعليمية قاموا باستقرار نشرة أنا و17 واحد من المدرسة، منهم معلمين وأخصائيين، وأنا كنت من ضمن المجموعة دي. وعلى العلم بان احنا ما عليناش اي مخالفات ماليه، رغم ان في مخالفات ماليه على ناس واخدين جزاءات وما زال موجودين وما طلبهمش اي نشر ولا اي ولا حد حاسبهم باي شيء. في حد جالك استاذ عامر؟ حضرتك بلغت جهات رسميه وحد جالك؟ حضرتك انا بلغت اللواء المحافظ، وبلغت وزير التربيه والتعليم، وبلغت رئيس الوزراء، وبلغت قسم شرطه الداخله والنيابه العامه والمستشفى. ومحدش اصلا سال فيه ولا حد قال لي انت بتعمل ايه اصلا. حضرتك بقالك كم يوم في الاضرار مثلا؟ حضرتك انا بقالي ثالث يوم دلوقتي. ومحدش سال فيه ولا حد قال لي انت مضرب ليه او غير سالوا استجوبوني بس في النيابه، قلت لهم انا مضرب. قالوا لي لو تعبت ادخل المستشفى. ومحدش يعني خد اي خطوه ايجابيه ضد اي شيء من الاشياء اللي يعني قلتها. يعني مفيش اي جهه تواصلت مع حضرتك استاذ عامر وجات لك هنا؟ يعني النقابه كلهم عملوا العلم بان انا مضرب، والاداره التعليميه بالكامل عارف ان انا مضرب، وبرضه ما حدش سال فيه ولا حد قال انت مثلا ايه انت عاوزه او ايه الطلبات بتاعتك عشان مثلا تفك الاضراب ولا اي شيء. طب حضرتك ايه طلباتك استاذ عامر عشان تفك الاضراب؟ انا عاوز العدل، انا مش عاوز اكتر عن العدل، وعاوز المساواه، لان احنا مضطهدين يعني اقول لحضرتك في كل شيء. احنا بقى لنا ثلاث سنين اضطهاد، ويعني خطبت الالقاب الاداريه وخطبت النيابه الاداريه، ومفيش اي خطوه جبتها من جميع من الجهات، ومحدش قال لي انت بتعمل ايه، بل بالعكس واديتهم مستندات واديتهم ادله كثيره، ورغم كده ما حدش استجاب لاي شيء من الاشياء اللي احنا. يعني حضرتك استاذ عامر مش طالب اي حاجه شخصيه غير التحقيق في المستندات اللي حضرتك قدمتها للجهات الرقابيه. حضرتك انا عاوز العدل بس اكتر عن كده، والعدل في يعني سوونا احنا ببعضنا في المدرسه اكتر عن كده مش عاوز. هو حضرتك النشر اللي طلع بتنقل كام واحد من المدرسه؟ 17 واحد وما عليهمش اي شيء. يعني المشكله تخص 18 فرد في مدرسه اللغات الرسميه بالدخل. حضرتك طبعا نشر بالعكس ده هم سابوا الناس اللي عليها مخالفات وعليها جزاءات وشالونا احنا ما عليناش اي شيء. أنا أشكرك أستاذ عامر، وإن شاء الله متابعتنا مستمرة مع حضرتك.